بمناسبة عيد المرأة نسلط في نشرتنا الضوء على قصص النجاح النسائية، ولنا مثال في ذلك الباحثة ألفة حامدي، وهي شابة تونسية مختصة في دراسة المشاريع الكبرى التي تميزت وأثبتت نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية رغم صغر سنها. هي لحظات نجاح لا تنسى في ذاكرة الباحثة ألفة حامدي، مزيج من المشاعر تجتاحها في لحظات عود على بدء. هي المتميزة في دراسة المشاريع الكبرى تثبت كل يوم نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية. هي الشابة التونسية، هي التي تحتفي في عيدها بالمرأة التونسية المتميزة. طريقة جديدة في إدارة المشاريع الكبرى مستعملة في الأكثر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خدمت عليها وكتبت عليها، وهي الآن يعني في طور الاستعمال من أكبر الشركات الكبرى في القطاع المناجم، في قطاع البترول والغاز، وفي القطاعات اللي فيها مشاريع كبرى يعني ذات ميزانية كبيرة. الباحثة ألفة حامدي تتحدث عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية في جميع المجالات. الواقع في المجال العملي ما يتطبقش مع النجاحات اللي حققتها المرأة التونسية في المجال التعليمي والمجال الأكاديمي. ناخذ مثال، الأرقام هي خير دليل على ذلك. ناخذ في القطاع العام مثال، أقل من 1% يعني 0.7% من المناصب القيادية فقط هي يعني تشغلها نساء. هذه الباحثة الشابة تختزل عشقها للوطن في إثبات ذاتها وتحقيق نجاحات أخرى، وتنظر إلى تونس مشروعاً للإصلاح. القيمة الإضافية اللي قاعدين نزيدوا فيها لبلادنا تنحصر في إعادة توزيع للثروات اللي موجودة عندنا. فماذا بيا إن كمجموعة وطنية نخموا هل شنية طرق خلق ثروة جديدة، وكيفاش نوظفوا المشاريع باش نخلقوا قيمة مضافة وقيمة إضافية للبلاد. اختارت الباحثة ألفة حامدي أن تودع عرض الوطن بأحلام لا تعرف حدودا. أفق التغيير والإصلاح عندها ينبع من كفاءات هذا الوطن نساء ورجالا.